في أول اليوم، في أول النهار ممكن، في آخر النهار، أما وسط النهار فلا، لأن من المكروهات ديال إحنا قلنا لأنه ما يمكنش يضمن أن المعجون الأسنان جربناه كيبقى الآثار ديالو في الفم، والريق ما يمكنش يحبسه، فغادي يدوز الريق مع الحلقة ديال يدوز لا بد غادي يتهبط شي مسائل أخرى. ولذلك من باب الاحتياط، الاحتياط هو ويستعمله ولكن مع كراهة مكروه، مسألة مكروه. وقلت كان يعارضه الحديث ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فأنت في عبادة، الصيام في عبادة. وأنا عرفت واحد السر غريب من نوع، حتى أن من يكون إنسان صائم يطيل الصمت، والصمت هذا من المسائل المحمودة، لأن الإنسان عندما يتكلم الكلمة راه تعرف الحساب ديالها شنو، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان يحتفظ ذاك الصيام كيساعده حتى على الصمت ومحافظة على هدوئه واستقرار نفسه.